جودة. اسأل الفلاح هو اللي يجاوبك. يعني في الأسمدة المصنعة في الجزائر إذا قلنا اليوريا مثلا 46% يعني هي 46%، إذا قلنا الأم بي كا يعني 15 15 15، يعني الأمور مضمونة. ممكن في الأسمدة المستوردة اللي ما فيش إمكانية كيفاش نتحكموا في النوعية تاعها، ولكن الأسمدة المنتجة محليا يعني تتطابق مع المعايير الدولية. الأسمدة المنتجة في الجزائر احنا قلنا يعني كاين عدة أنواع تاع أسمدة، ولكن أكثر الأنواع شيوعا يعني استعمالا هي الأسمدة يعني اليوري كانونسيس اللي هي أسمدة أزوتية، كاين الأسمدة الفوسفاتية اللي هي التي اس بي والام ا بي والام بي كا. في اليوريا هناك تغطية كاملة للاحتياجات الوطنية 100%، بالعكس الجزائر تعتبر من كبار مصدري اليوريا، يعني الإنتاج الوطني يفوق 3 مليون طن سنويا، بينما يعني الاحتياجات السوق الوطنية لا تتعدى 200,000 طن، فيعني مغطينها والحمد لله. قطاع الأسمدة يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني والمداخيل بالعملة الصعبة للجزائر من خلال استثمارات شركة سوناتراك. وفي الأسمدة الفوسفاتية كما قلنا منذ قليل شركة فيرتيال وبعض يعني الشركات الأخرى حتى فيها الخواص يعني اللي دخلوا في هذا الميدان. إن شاء الله على المدى القريب جدا، حتى يعني ما نقولوش متوسط نقولوا على المدى القريب، سيكون هناك يعني تغطية كاملة للإنتاج يعني الاحتياجات الوطنية، وبالعكس يعني نطمح لزيادة حجم الصادرات. الأرقام اللي أعطاها السيد الوزير يعني خلال تدخله في حفل الافتتاح، إن شاء الله ستكون الجزائر من أكبر المصدرين لجميع أنواع الأسمدة على المدى المتوسط.